طيب سؤال تاني لتيبو، في حد يمكن كان معايا الاسبوع اللي فات واتكلم عنك بشكل مميز قوي، عايزك تشوف الفيديو وارجع اعرف رايك في اللي اتقال. تمام؟ محترفين، وانا عارف انت واحد من الناس اللي ليك باع طويل جدا، وبشكرك قدام الناس كلها على مساهمتك معانا في اكتشاف العديد من الاسماء المحترمه اللي موجوده من اصول مصريه في الدورات الاوروبيه، وانا كنت شريك معاك في امور كتيره جدا، ومعانا كابتن حازم امام في الاتصال بيهم، وتواجد عدد منهم في المعسكر في المنتخبات سواء كان 2003 او تيبو غبريال اللي شفناه مميز جدا في 2006، وان شاء الله شغالين زي هيثم اللي موجود في فياريال اللي هيبقى موجود في المنتخب الاول، فاحنا شغالين طبعا على الملف ده، وانت ليك دور كبير جدا جدا في ربنا هذا يخليك. الملف، ان شاء الله يبقى في خير ان شاء الله باذن الله. انت عارف مين اللي كان معايا في المقابله يا تيبو؟ طبعا ايوه اكيد، دكتور ابي كومي، واعتقد كان موجود معاك، هو مشرف على المنتخب في الجزائر، منتخب الناشئين. في المقابله دي يمكن ذكرك حتى من غير ما انا اساله، وقال تيبو غبرييل اللعيب المميز جدا، فعايز اعرف رايك في اللي قاله دكتور ايهاب الكومي. وحاجه تانية عايز اعرف، انت السنه دي مع هوفنهايم يمكن خدتوا الدوري بتاع المنطقه بتاعتكم على حساب بايرن ميونخ، فعايز اعرف بعد ما اتعقب على كلام دكتور هابي كومي، هل ممكن نشوف تيبو الموسم القادم في بايرن؟ هل جاي لك عروض مثلا من انديه زي بايرن او انديه تانية، ولا مستمر مع هوفنهايم؟ بس بعد ما تقول لي رايك في كلام دكتور ايهاب. اول حاجه اكيد زي ما هو فعلا يعني لازم اشكرك، اشكرك جامد جامد جدا انه قدرت اوري نفسي قدام المنتخب قدام المدربين، ان انت دخلتني في منتخب مصر. ده دكتور ايهاب، واجبنا يا تيبو، انتوا كلكم عشان الناس تعرف كلكم ولادي الصغيرين بجد، او اخواتي الصغيرين، لا وانا اسف، بجد بتشرف بيكم، انتوا رافعين راسي، سواء انت ولا ابراهيم ولا امير صالح ولا كلكم بجد، مش عايز انسى حد، لان لو قلت كل الاسماء يعني الوقت هيجري مننا، كلكم رافعين راسي، وانا بجد فخور بيكم، وواجب ان انا اساعدكم عشان تكونوا موجودين في المنتخب يا تيبو. شكرا وسيب. تاني حاجة، دكتور إيهاب طبعا راجل كبير ومحترم وكل الحاجات، حاجة حلوة جدا لما تسمع حاجات كويسة عنك والناس تبقى فخورة بيك وتقول حاجات حلوة عنك، هي حاجة بتفرح، بس برضو بتخليك لازم تاخد بالك انه تبقى مركز مع نفسك ومركز وتعمل الواجب اللي عليك، انت في الاخر لعيب كورة، ومحدش عايز بعد الشر بعد الشر زي ما إبراهيم حصل له إنه حاجة زي كده تحصل، فدايما لازم نبقى مركزين ونعمل، وأنا ببقى فخور لما بسمع حاجات زي كده، بس ببقى عايز أكمل وأوري أكتر وحاجات زي كده، فببقى مبسوط بس مش عايز أفرح، فاهم؟ مش تاني عايز حاجة الفرحة تاخدك قوي يعني، بالظبط عشان بالظبط تدي اكتر. تاني حاجة، في هوفنهايم كسبنا الدوري بتاعنا صح، قبل هوفنهايم قبل بايرن، بس انا اكيد هفضل في هوفنهايم، لسه عندي عقد معاهم كمان سنه، وكمان انا لسه عندي سنه مدرسه، فوقت مهم اخر سنه مدرسه اخر سنه في هوفنهايم العقد، وبعد السنه دي ابقى خلصت المدرسه وخلصت العقد، وبعدين هنشوف بقى هوفنهايم هتقول ايه، النوادي التانية اللي عايزني هتقول ايه، وبعدين هنشوف الرحلة هتروح فين. بس ما فيش لسه يعني، هل في حد ان هو يتكلم معاك من انديه تانية او حاجه، ولا ما حصلش لغاية دلوقتي لا ما حصلش. لحد دلوقتي لسه؟